ألسنا على الحق؟ ألسنا على الحق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. في هذه الأيام نعيش الفاجعة على سيد الشهداء، نعيش البكاء والحزن على سيد الشهداء، وهو الذي علمنا الالتزام بالفرائض وبأحكام الله سبحانه وتعالى، وأن لا نضيع هذه الفرائض. فأحبتي، أن نعيش عاشوراء الحسين أن نلتزم بكل الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا، فلا معنى لأن أعيش الحزن على الحسين وأنا لا ألتزم بأداء الفرائض في أوقاتها، ولا معنى لأن أعيش الحزن على الحسين وأنا أستخف بالصلاة. فالحسين ما خرج وما ثار إلا من أجل أحكام الله ومن أجل فرائض الله سبحانه وتعالى. فهنا كل من يعيش الحزن على الحسين فليجسد ذلك في سلوكه وفي انضباطه وفي التزامه، بأن يؤدي الفرائض في أوقاتها وأن لا يستخف بالصلاة. فقد ورد في الرواية: لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. فكل ما كان من كربلاء هو أن نلتزم بالفرائض اليومية وأن نؤديها في أوقاتها، أن لا نضيع الصلاة وأن لا نؤخر الصلاة عن أوقاتها. امتحنوا شيعتنا في أوقات الفرائض. فهنا امتحان كبير لنا أحبتي، ونحن نعيش انتماء لمدرسة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فليتجسد ذلك في التزامنا بأداء الفرائض في أوقاتها. فالصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. لذلك الحسين أراد لنا أن نعيش الصلاة في كل أبعادها وفي كل معنوياتها، وأن لا نضيعها بحيث نستخف بأدائها ونضيع أوقاتها. لذلك علينا أن نطرح على أنفسنا دائما: أولسنا على الحق؟ فالحق هو الانضباط، والحق هو الالتزام بأداء الفرائض في أوقاتها.